سعيد، أول حاجة أنا عندي أي سؤال، بس أنا هخليهم سؤالين. السؤال الأولاني، شخصية الكفيف اللي قدمت كتير في الدراما، يمكن من العظيم الأستاذ أحمد زكي في الأيام، بنتكلم في كيكات الأستاذ محمود عبد العزيز، آخرهم محمد فراج في بيبي بوي، مفيش الشخصية النسائية الكفيفة، وأنت بتقدمي الشخصية دي كان إيه المرجع ليكي؟ يعني كنت بتتخيلي مين من الشخصيات دي؟ السؤال الثاني، كمنتجة أو كممثلة، لما بتمثلي فيلم أو عمل من إنتاجك، تحيزك للإنتاج بيبقى كام في المية؟ شكرا. ذوي الهمم، يعني أنا طول الوقت عندي إيمان شديد جدا إنه الناس دول بيعلمونا، إحنا فاكرين إن إحنا يعني عندنا يعني مكتملين وهم عندهم مشاكل، حقيقة العكس. وده عشت سنين طويلة مع صديق العمر عمار الشريعة، والصحبة بقى كلها، وكان جاري في الشقة اللي قدامي دكتور أحمد يونس، فكان عندي علاقة قوية جدا مع المكفوفين يعني، واتمرنت بإني عايشة معاهم. يعني أنا عشت سنين طويلة صديقة مقربة جدا لعمار، وكان بيمرني احيانا، يعني كنت اقول له مرني على ازاي استشعر الحركه، الصوت، وإني ازاي تعرف اتجاه الريح، اللمس باصابع اليد، باللمس ببطن الرجل، يعني واحد لو ماشي حافي او بحذاء خفيف يقدر يحس بطن رجله دايسه على ايه والارض شكلها ايه وهكذا. فده كان موجود اوريدي في معايا، يعني كون انها ست، لانه انا ما شفتهاش على ست قبل كده، يمكن أودري هيبرن في ويت أنتيل نايت أو هاو ويت أنتيل دارك يعني، بس قليل أو يعني طلع كده. تحيزي للإنتاج، أنا من أول يوم مع أستاذ وائل إحسان قال لو شفت حد بيكلمها في الإنتاج هعمل مصيبة. فأنا تلميذة مؤدبة ومليش دعوة، كنت بشتغل كتلميذة، وفعلا انا كنت معايا تيم قادر على انه يدير الاشياء، مش محتاج انا اتدخل نهائي، يعني عشان لازم احترم مساحه المخرج وراحته هو النفسيه كمان.